بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعداء الله إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي وباسم عائلة المعتق الجهاد محمد علي محمد أود أن أشكركم على حضوركم في هذه الحلقة التضامنية، والشكر موصول للمنظمين والقائمين عليها. لا يخفى عليكم أن مجموعة من المعتقلين مضربين عن الطعام لليوم العاشر على التوالي، ومن ضمنهم ابننا جهاد محمد علي محمد. وهم مستمرون بالإغرام حتى تحقيق مطالبهم، وذلك تضامنا مع الخواجة ومطالبة بالإخراج الفوري عنهم كونهم معتقلين رأي واعتقالهم وسجنهم غير قانوني وغير عادي. ونحن كأهالي قلقين على صحة وحياة أبنائنا المعتقلين، ونحمل النظام مسؤولية أي ضرر يصيبه. وأخيرا نتمنى من الجمعيات السياسية والمنظمات الحقوقية والشبكات الإعلامية تسليط الضوء على قضيته، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ أبنائنا الصامدين ويفرج عنهم ويفرج عنا فرجا عاجلا قريبا بحق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد.